عسلامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة الناس الكل. نهاية جديد معايا وفيديو جديد هيتبع معايا، شوفوا شو مش نعمل اليوم الفيديو مع سيرين مع بنت سيرين. عسلامتكم إن شاء الله، مرحبا بكم، وربي يخليكم معانا وربي يستركم يا ربي ويفتح عليكم يا ربي، جزاكم الله كل خير يا ربي يفرحكم. حصيل اليوم مش نعملوا دبلة الدبلة، عندي صاحبتي شاهيتها شاهي الدبلة وشاهي المغاسل، وغادي مش فيك تجيبهم لي مش فيك ايش عامل لها فسيسه والدبلة والمقلوب، عرفتك الاصخ الحاجات حطهم لي حتى كي باش نمشي لاني يسير باش نعمل الدبلة باش نعمل المقروض، معناها هذيك حاجه لازم كيما هما يحبوك انت تحبهم زاد تودهم. نعمل اليوم الدبلة غدوة يعملش كعبات مقروض، والبسيسة يمكن نشريها ما يكفينيش كفيش، فنشري قطري شوية قطري سوار بنينة البسيسة ايه بنينة، ولكن كيلو يجيك شوية يجيك شوية عاد شبيه نعمل نهار الأربعاء ما تنزلش في فيسة فيسة تتقليرة معلش نشوف حاولت المقادير هذو مش نعمل زوز كيلو هذو زوز كيلو فريدة مش نعملوا ثلاثة حيارة عظم، وكان ناقصين نزيدوا وكان زايدين نقصوا انت وكعب تلا انت وكعب تلا عظم هذه كبيرة خاطر. وعنا كاس عطر شيء ولا محلافة وحضايا حتى ماشا عادية تعلقصين على المقصدين عم اخذتهم لك ولد تعملي ولد تعملي والعامين عندها قسم بالله الريحة تو خرجت مشيت الحانوت دخلت كوجينا كل ريحة مش عادية مش عادية الصحة ما شاء الله. وكاس حاسين كنا يعني نعملها بالزبدة صراحة بنينة بالزبدة، اشترى زبدة واشترى زيت جيت بس تجي بنينة وطريف خميرة وكعيبة ملح وال والسيسمها الفيحة سكر فانيليا كيلو كما قولوا سبع كعبات عظم على كيلو سبع كعبات عظم، نص كاس عطرش نص كاس زيت نص مغرفة صغيرة خميرة ونص كاس زيت ونص كاس نص زبدة شوية ملح سكر فانيليا سكر فانيليا بالطبيعة حسب ما قد ما تحط قد ما بنية سكر فانيليا تجي بنينة نبدأ بسم الله بسم الله احنا نعملها هنا هو وبعد اشتغل بالمعفرينة لم اشتغل بالفرينة نقرب لها خير يعني ديما نقرب لها بصراحة تلقى فيها شيء تلقى فيها شيء نظيفة حتى شيء كل واحد خاصة كي تبدا حاجة باش تعطاها لشكون تبدا خايف لبس عليه قطوسه خالتي ابدا والله هي شخط نسيك ولا فندق نعملوها هكايا الخلع في وسط الاحلى بس معناها زبده بالفرينه عملنا زبده المطريه زيت طنيه شديد حطي تسمي هدية كده مقاس Thank you.
صباحا على انت على اليوم ما وخلطناهم في بعضهم والزيت والطريف ما يحويج تبدا في الفريجيدير تلقى والله بنتي مقدوم لكن السكالوب هذاك ما يحبوش ياكلوها كل نعم هو تعاون لي درا صغير ولا طلع العظم به كبير لازم رياني مش معانا فيش لك هاي 31 ويزيد علينا كان امبارح في الليل بردنا بردت على الاخر وهم بردانين على الاخر حاطين 27 في بالي نزلت على القرص حتى 28 طلعت حتى 26 زدت جبدتك امبارح تنجم في بالي فضحت 28 وثالث وني راغده ما نجمش نقوم عرفت متعبني زاش نقوم راه فيهم كلهم عاملين هيك وعاملين هيك وني بعد ضربت زدت فيه قصت فيه ما عندكش سليف عندك سليف كيما تزير فما حاطينه هو يبرد هو كبير خاطر جديد خاطر كل ساعه يبدا يزيد درجه معناها باش ما يبردش برشا في الليل نحطوه كيف معناها الموضه هذاك تاع الديكور نحطوه 27 يبدا معناها يبدا متوسط معناها ما تنسحقش انك باش تتغطى فهمت اما في الليل خاطر رايضين ولا فما زيد يبرد اكثر دلك في بالي عملت الدين هيك ورات القلب وردت زيد سقيم قرب الوجوه الله نقا خذ الفيديو والله لو كان من هذا طلع منا رفع على سقينا والرمح ماضي ساعه شو بيجيك خبز ذبح حلو ولا عقير وخيري؟ ليه؟
زوز انا ضايت سما هون نقص اه سنين طيب ساشي اي كملنا الدبله وبعد قلت لما قلت لها هي كان نكمل نعمل المقروض وكهو خاطر كان باش نعملوا غدوه في داري مش كيما شتي تعرفوا هاكم شفتوني في شتي نعملوا حتى نقوم لحداش متاع الليل نصف الليل نعمل مقروض ما يقلقني جملة نحسه ساهل معناه ما في حد شيء اما في السخانه هذه لطف يا ربي طيب فرد مره مادام احنا باش نقليو البرة ومعايا معايا ما ومعايا اختي وعمتي وكل شيء تو معناها حتى الدبله هي اللي تاخذ اليد المقروض من بعد عادي معناها اني نشكل وما تقلي تشجعت الحقيقه قلت خليني نكمل كل شيء تقعد لي لبسيسه عمناول شريتها لبسيسة حاضرة شريت بسيسة فصدق وبفريوة وعدس وبسيسة القمح كل شيء تم حاضرين اما اللي شريت من عندها ما عادش تعمل معناها هذاك علاش باش نضطر اني نعمل بسيسة وحدي في الدار اما باش نعمل بسيسة عادية معناها بسيستنا الساحلية مش الاخرى اللي تبدأ بالفم معناها بالنوكه وكل حاصيلو الحمد لله عملتهم وارتحت عليهم به بالنسبة للكيال متاع المقروض اعطيته لكم الف مرة نفس الحكار هكا هو اللي نستعمله البنات بالكيس ناخد 3 كيسان سميد متوسط وزوز كيسان سميد ارطب وكيس فارينة انا عملت بالكيلو معناه خاطر باش نعمل كمية كبيرة خاطر باش نهز الزوز من الناس ويعني ما شاء الله كمية كبيرة باش نذوق اللي لهني وكل خديت زوز كيلو سميد متوسط عليهم كيلو سميد ارطب ورطل فارينة حاصلوا ديما زوز كيلات سميد متوسط وكيلة سميد ارطب ونص كيلة معناها فارينة فهمتوا البنات ديما سميد المتوسط اكثر اما نحط فيه سميد ارطب خير في رمضان وقتها عملته سميد متوسط كهو ما حطيت معاه حتى شيء ضاري حطيت معاه فارينه جاني يتفتفت وقت اللي نقلي فيه لبس عليه ونهار الاول لبس عليه من بعدك بدي يتفتفت شوي هذاك على السميد الارطب يشدوا والفارينه تشدوا فهمتوا البنات اما بسميد المتوسط لازم تعمل سميد متوسط اذا تحبوه كل يجي معناها كالرطيب كما اللي يتباع كما اللي تباعي الاكثريه سميد ارطب معناها يكثروا سميد الارطب والفرينه احنا باش نعمل ايش نعملوا معناها كما نعملوا احنا لهني يبدا يتبثبث هكا وكل كهو حطيت السميد والفرينه والمكون السري اللي ديما نعملوه هو البيكربونات سودا اللي يخليه يتبثبث وما يجيكش ملكد وما يجيكش يابس حطيت تقريبا نص مغرفه صغيره بيكربونات سودا وحطيت معناه كما نقولوا طرف صغيره هكا خميره نتاع خميره جاتو كل محسن ليه معناه باش كيما قلت لكم يجيش ملكد اما هو كي يبدا زيته مريقل وكل شيء فيه مريقل راهو يجيك ما شاء الله معناه ناجح 1000% ولهني باش نخلط بزيت زيتونه يعني الحقيقه المقروض معناها نخلطه كان بزيت زيتونه ما نعرفش ما جربتش نعمله بالزيت الاخر اما كي قلت نخلط شويه باش نحط طري في زيت نباتي باش ما يجينيش قوي واما الاكثريه زيت زيتونه تقريبا هكا بحثكم معناها استعملت إيترا ونص زيت زيتونه على الكميه نتاع السميد وكل حطيت 3.5 كيلو يعني بين الفرينه والسميد زوز كيلو سميد متوسط وكيلو سميد ارطب ونص ورطل فرينه لاني زدت شويه نسال في ما كلها قالت لي زيد نتصور مريقل هيك قالت لي زيد شويه بل باش ما يجينا شكل اللي معناها يتبثبث اما هكا هو رطل الفرينة معناها الكيل بصراحه بنت المقروض وحدها تبدا في الدار ما شاء الله تحس هكا كوجينتك مليانه غير الواحد هيك سخانه وكهو اما هو راهو بصراحه معناها هيك قهوه العشيه هيك قهوه عربي العشيه وكعيبات مقروض ولا كعيبات دبله ما فماش مقابل منه وديما نعاود نقول لكم ديما الحاجه
كي تعملها الانسان عزيز عليك والانسان هيك تحبه وتحب توده وكل شيء، صدقوني يا البنات لا تحس بالسخانة، لا تحس بتعب، لا تحس بحتى شيء. اني البارح عملت تقوش عليها ما لا تعبت لحتى شيء، بطبيعة معايا ما معايا ما ربي فضل هيلي، معايا عمتي ربي شدها بصحة بدنها، معايا اختي زادة، كان جيت وحدي بطبيعة المقروض نجم نعمل وحدي مدبلة، لازمتها يد مش نرمال، معناها تحب ياسر تحب ياسر لما فهمت دبلة خطر تاخو برشا وقت. وبطبيعة ما ننسيش الملح، راني حطيت الملح وحطيت نعرفش كل واحد كيش يسميها زعفران اسمها الصفيرة كل واحد كيفاش يسمي، المهم يكون الملح متاعو باهي. ضقتو قداش من مرة سافا ملحو لهني، قاعدة نشوف في الزيت الحركة هيك اللي من بكري نعمل فيها هذيك باش نتأكد انه الزيت فيه معناها فيه كمية باهية متاع الزيت، ما يجينيش معناها ناقص، كي يجي ناقص راهو يجي يابس المقروض. هذيك كيفاش نقعد نجربها لهني، هاو كما حطت لي الصفيرة هذيك، ما نحطش كركم الحقيقة، اللي يحب يحط الكركم يحط، نعش نحس الكركم فيه مطعم ما نحبوش في المقروض، واللي نحطه هذه وتصفر بالباهي معناها يولي اللون نتاعو ما شاء الله، وكي يبدا بزيت زيتونه زاد يجي اصفر مش كيما زيت نباتي. بثبتته مليح وهذا والحد الان البنات باش نخليها يرتاح، ما احنا عملنا الدبله بعد نخلطه بالماء مي دافي، نخلط به المقروض مي دافية هكا هو هذيك، باش نخليها توا ساعتين ثلاثة ما احنا كملنا الدبلة، لا نحط لها مي لا حتى شي، خاطر كمش نحط لها المي باش تيباس وباش تعاود تاخو كمية اخرى متاع مي، نخليها هكاك تشرف عقلها كالزيت متاعها ومن بعد نخلطها بالمي هكا. ولهني خديت التمر بطبيعة ما هوش بحذانك اللي يبيعوا تمر، ما هو من المستحسن واخير التمر معناها يتعمل الدياري، اما ما عنديش معناها والحق المدة هذه يعني في الشتاء جت بريود ما مشيتش للمرشي كلا حطو ما نمشيش للمرشي مسيانسة هيك حتى نخبي، عمنا خبيت كمية متاع تمر السنية الله غالب ما خبيتش حسيل وليت شريت هكاية التمر الحاضر، اما هوكا الواحد يعرف شنو يشري معناه، فما ماركات فما نذكر شريت ماركه متاع تمر حصيله ما نحكي لكم، مش طلعت لي عملت كعك ورقه بالتمر هذا عنده تقريبا 3 سنين الحكايه، والله لان الجمله ناكلو بالتمر هذاك اللي معنا باكو شريته، قعدت مركزه مع الباكوات معناها هذه الماركه باهيه مانيش مركزه مع الواحد، اما جابها لي خويا الحقيقة عجبتني حتى لونها هكا وتحسه تمر معناه تمر تمر ما هوش مخلط بحاجة أخرى، عجبني الحقيقة المرة هذه هكا. وخديت وطبيعة الفيحة متاع التمر شوش ورد وعود قرنفل وقرفة حطينا فيه قشور ليم زادة ونخلط بالمية عطر شو شوية زيت، لاني باش نحلهم في الصينية خاطر الطقس معناها طقس سخون ما نستحقش اني باش في الشتاء ريت نفورها، نحطها تتفور شويه هيك على البخار نتاع البخار هيك سخون باش تتحلي، توا ما انا والدنيا سخونه دوب هيك نعمل شويه تتحل العجينه نتاع التمر سهله ما عادي كا، باش نحلها الكل ونعجنها ونحط لها باش نحط لها زيت جرجلين، فما شكون يحط فيكه زيت، عمتي في العيد حطت فيه فاكهه لوز وبفريوه، بحكم اني ما عملتش حسابي باش نعمل مقروض اليوم معناها على اساس جايه باش نعمل دبله كهو، حطيت الزيت باش هيك طرها شوية ونحط شوية متاع عطر شكة تبنن على الاخر التمر، روعة 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 الزهر والعطرش متاع الاصيل صدقوني، معناها كان هيك مرة تشريه وتجربه تتقولوا شنو العطرش اللي نعملوه احنا في الدار،
حتى اللي متاع الدار باهي، اما مش عاديه مش عاديه. عندها عامين دبوسه هذيك شتيلها من ولدت عم ناول، وقتها شتيلها زهر وعطرش. ما نحكي لكم مش على الزهر والعطرش، ما نحكي لكم مش دوبة تحطوا شويه راهي ريحه تهبل. ان شاء الله سنيت ونشري، يعني خاطر حبيت وقتها نشري ما وفاء، وسني الحق ما تلهيتش. مخي في ألف حاجة حاجة سني، فكم موسم تاع التقطير وكل ما تلهيت الجملة. إن شاء الله عام الجاي تو ناخو هكا، ناخو معناها حتى متاع عامين ديجا، معناها قاعد نفس الريحة ونفس كل شيء. أما ما تبيعش على طول العام، فهمتوا البنات؟ كان موسم تاع التقطير تبيع تبيبس الكبار. الحصير اللي هني باش نكمل نعجن، وما قعدت تحضر لي في الفاح تنقي لي فيهم وتركحهم لي. هاي كليتها صوصة ونعملها.
لا بس خش خش لا من داخل البيضة يحني شوية
سيرين بحي مشاني استعملت شوية مقروضة صحيباتها شاهين مشتراني ربي البليسة مستدعية مقروضة متاع الفرح البشكوت وبالحق على طول نعمل في البشكوت ويفطروا بيفطروا الصباح يحبوا كل البشكوت المقروض ما ياكلوش هو وليدي ما شاء الله شو سيرين ها ايش رايك انا مختار مزيان ثاني عجبني لون هذاك لون الغاز كتبت على بطة خالي كبيرة عايزة صمت